أزو شالوم السلام عليكم إخواني وأخواتي، معكم أختكم سميرة بار. في هذا الفيديو أريد أن أناقش معكم رأيي الخاص حول حركة حماس. بصراحة وبدون لغة خشب وبكل مصداقية، أعتبر هذه الحركة حركة شيطانية وليست مقاومة. أعرف أن كثير من الناس سيستاءون من كلامي ولن يعجبهم، لكن ليس بيدي حيلة، يجب قول الحقيقة. وفي نفس الوقت أعرف أن هناك الكثير من الناس سوف يدعمونني ويشاطرونني نفس الرأي. أنا شخصيا أعتبر حركة حماس حركة مافيوزية إرهابية بامتياز، تستغل القضية الفلسطينية أو بالأحرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي هم ومجموعة من داعميهم المافيوزيين والإرهابيين مع الأسف الذين اختلقوا هذا الصراع حتى لا ينعم الطرفان بأي صداقة أو أي سلام فيما بينهم، أي الطرف الفلسطيني والإسرائيلي. لأن إذا تعمقنا في الموضوع وبكل صراحة سنجد أن حركة حماس وأخواتها من الحركات الإرهابية التي تدعمها والدول التي تدعمها يستفيدون من هذه الصراعات التي تعتبر مدخل ومكسب لهم على الصعيد المادي بدرجة أولى. فحركة حماس تجمع تبرعات من عدة دول وتحوز بطرق شيطانية استعطاف الكثير من الناس لكي تستغل هذه النقط وتقوم بإنجاز كل ما هم يسعون إليه من مصالحهم الشخصية بدرجة أولى، كبناء مشاريع بيوت فاخرة في الدول التي تستقبل أعضاء هذه الحركة التي أعتبرها شيطانية إرهابية، والتي يجب على العالم بكل صراحة أن يقف ضدها وأن يوقف أنشطتها، وكذلك أن يحاسب كل من يمثل هذه الحركة العدوانية. إخواني أخواتي، فلنكن صادقين مع أنفسنا. حركة حماس لم نراها في يوم من الأيام تعمل لصالح الشعب الفلسطيني ولا تعمل من أجل الوصول لحل أو على الأقل من أجل إنشاء السلام، بل كل ما نسمعه منهم في أي خرجات إعلامية يفعلونها أو أي منشورات كذلك إعلامية يقومون بنشرها فقط الشكوى والبكاء، الشكوى والبكاء، الشكوى والبكاء، كما لو كانوا هم ملائكة على هذه الأرض. أنا شخصيا لا أحترمهم ولا أحترم الطريقة العدوانية الهمجية التي يمارسون بها سياستهم، وكذلك ألوم كل الدول التي تدعمهم سواء على الصعيد المادي أو المعنوي، وأطالب بكل شرف وصدق من كل من يدعمهم بالتوقف عن دعمهم، وكذلك تحليل هذه الحركة في أقرب وقت ممكن. لن أطول عليكم كثيرا في هذا الفيديو، أقدم شكري الخاص لكل من سمع لهذا الفيديو، كذلك أطلب منكم مرة ثانية ألا تأخذوا كلامي بطريقة سلبية، فقط إخواني وأخواتي حاولوا أن تفكروا بينكم وبين أنفسكم بهذه الحركة وما الذي فعلته، ما الذي قدمته، لم تقدم شيء ولم تفعل شيء إلا الإجرام ثم الإجرام. استودعكم في الله وإلى فيديو قادم إن شاء الله. شكرا.